بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في خدمة دروس. عنوان درسنا اليوم: الكسور المتكافئة، الجزء الثاني للصف الرابع الابتدائي. هيا لنبدأ درسنا اليوم. سنتعلم بإذن الله إيجاد كسور متكافئة. وكما عرفنا في الدرس السابق أن الكسور التي تمثل الكمية نفسها تسمى كسوراً متكافئة، وعرفنا أن هناك أربع طرق. أخذنا طريقتين في الدرس السابق، واليوم سوف نكمل الطريقتين الأخريين. الطريقة الأولى التي تعلمناها في الدرس السابق هي طريقة الضرب، والثانية هي طريقة القسمة. هذا اليوم سنتعلم طريقة النماذج وطريقة خط الأعداد. ولكن من باب التذكير، طريقة الضرب هي أن نضرب البسط والمقام في نفس العدد، مثل ربع ضرب 2 للبسط والمقام يعطينا كسر مكافئ جديد وهو 2 على 8. هذه طريقة الضرب. أما طريقة القسمة فأن نقسم البسط والمقام على نفس العدد، مثل 3 على 15. حينما قسمنا البسط والمقام على 3 حصلنا على كسر مكافئ وهو 1 على 5. نبدأ اليوم بطريقة النماذج ثم طريقة خط الأعداد. أولاً طريقة النماذج. السؤال: أوجد كسراً مكافئاً للكسر 4 على 8. أول خطوة: أرسم نموذج للكسر 4 على 8 كما تلاحظون أمامكم. هنا الجميع 8 وهو المقام، والمظلل 4 وهو البسط. هيا لنوجد كسرا مكافئا بنفس الكمية ولكن بتقسيم مختلف، بشرط أن تكون التقسيمات بنفس الكمية تماما. لاحظ معي هذا الكسر الذي تشاهده أمامك هو 8 على 16. قمنا بقسمة كل جزء إلى جزئين فحصلنا في المقام على 16 جزءا وهو الكل، والبسط على كم؟ على 8 هنا. طيب، هل نستطيع أن نوجد كسر مكافئ آخر؟ نعم، لاحظ هذا الكسر نفس الكمية تماما ولكن مقسمة إلى 4، وهذا الكسر هو 2 على 4. وكما تشاهدون المقام 4 وهنا فعلا الكل 4، 1 2 3 4، والمظلل 2 فقط، 1 2، هذه الجزئين المظللين. هل نستطيع إيجاد كسراً مكافئاً آخر بنفس الطريقة؟ نعم نستطيع. هذا الكسر لاحظ أنه نفس الكمية تماماً ولكن 1 على الكل وهو 2، إذا هذا الكسر هو 1 على 2. هذه هي طريقة النماذج. الطريقة الثانية وهي طريقة خط الأعداد. المطلوب: ما الحرف الذي يمثل الكسر 4 على 8 على خط الأعداد؟ ثم أوجد كسرا مكافئا له. لاحظ هنا أن لدينا خط الأعداد مقسم إلى 8، 1 2 3 4 5 6 7 8. الآن ما هو الكسر، ما هو الحرف الذي يمثل الكسر 4 على 8؟ هنا ألف وهنا باء وهنا جيم. دعونا نعد: 1 2 3 4. إذن هذا الحرف باء هو ما يمثل 4 على 8، لأنه جزء رابع من 8 أجزاء. طيب، هل يوجد كسر مكافئ له؟ نعم يوجد، وهناك أكثر من كسر مكافئ، مثل لاحظ معي لكي نوجد كسر مكافئ فإننا نغير التقسيم. إذن نعتبر هذا قسم واحد وهذا قسم ثاني. إذن سيكون لدي في المقام 2 وهذا فقط يمثل 1 فقط، إذن 1 على 2. إذن النقطة التي تمثل كسر 4 على 8 على خط الأعداد هي باء، ويكافئه الكسر 1 على 2. هيا لنأخذ بعض الأمثلة. مثال 1: أوجد كسرين مكافئين ل3 على 5. نستخدم النماذج. الخطوة الأولى: نمثل الكسر باستخدام نموذج. هذا الكسر هو 3 على 5. كيف عرفنا ذلك؟ 3 مظللة
من الكل وهو 5. الخطوة الثانية نغير التقسيم إما بالزيادة أو النقصان مع المحافظة على الكمية. لاحظ معي هذا الكسر هو 3/5. كيف نغير التقسيم؟ مثلا نقسم كل جزء إلى جزئين. لاحظ هنا أنني توصلت إلى كم؟ إلى 6 أجزاء على 10. فالتقسيم أصبح لدي 6 للمظلل والكل 10. جميل جدا. هيا نأخذ تمرين على نفس المثال. أوجد كسرين مكافئين 6/8. أولا نمثل الكسر بالنماذج، فهنا 6/8 أي 6 أجزاء مظللة من الكل وهو 8. هذا التقسيم نأخذه ونقسمه بتقسيم أكثر أو ننقص التقسيمات. فالآن سوف نقوم بتنقيص بعض التقسيمات لكي نصل إلى كسر مكافئ 6/8. لاحظ معي الآن أقوم بإزالة حاجز واحد فقط في كل جزء من النموذج. الآن توصلت إلى كسر جديد بنفس الكمية. لاحظ 1 مظلل، 2 مظللة، 3 مظللة. إذن سيكون لدي في البسط 3 على كم؟ على 4. إذن الكل 4، فيكون لدي الكسر الجديد 3/4. سؤال آخر، هل نستطيع أن نوجد كسر مكافئ آخر باستخدام النماذج؟ نعم نستطيع. نعدل في التقسيمات بشرط أن تكون متساوية ولها نفس الكمية. كما تشاهدون الآن التقسيم الجديد 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 على كم؟ نكمل العد 10, 11, 12. إذن الكسر المكافئ الآخر هو 9/12. هذه طريقة النماذج. مثال 2 سيكون إيجاد كسور مكافئة ولكن باستخدام خط الأعداد. ما الحرف الذي يمثل الكسر 2/5 على خط الأعداد؟ وأوجد كسرا مكافئا له. هيا نشاهد هذا التقسيم. هذا التقسيم هو أعشار. كيف عرفت أنه أعشار؟ بهذه الطريقة. أولا يبدأ من الصفر وينتهي في الواحد، فهو أجزاء أي كسور وليس أعدادا كاملة. فنقول 1/10، 2/10، 3/10، 4/10، 5/10، 6/10، 7/10، 8/10، 9/10، وأخيرا 10/10 وهو الواحد، ولا نقوم بكتابته. إذن الحرف الذي يمثل الكسر 2/5 غير موجود هنا. كيف نجعل هذه الأعشار أخماس؟ لاحظ معي أن 10 و5 بينهما علاقة. 5 نصف 10، وبالتالي فإننا نقوم بدمج كل جزئين من العشرات لنحصل على 5 1. الآن هنا 5 5 أو 2/5، 3 أخماس أو 3/5، 4 أخماس أو 4/5، وأخيرا 5/5 وهو الواحد الصحيح. الآن وصلت إلى الكسر وهو 2/5 عند النقطة ألف. إذن النقطة التي تمثل الكسر 2/5 على خط الأعداد هي النقطة ألف. هل نستطيع أن نوجد كسرة مكافئة له؟ نعم، وها هو موجود أمامنا وهو 4/10. إذن لدي 2/5 ويكافئه 4/10. تمرين 2، ما الحرف الذي يمثل الكسر 6/18 على خط الأعداد؟ لاحظ معي أن خط الأعداد مقسم إلى 18 جزءا، وهذا يمثل الكسور من 1/18 حتى نصل للأخير وهو 17/18. 6/18 هي عند الحرف باء. انتهينا من الجزء الأول من السؤال، أوجدنا الحرف. الجزء الثاني نوجد كسرة مكافئة له. هيا لنحاول أن نقترح تقسيم يناسب خط الأعداد المعروض أمامنا. لاحظ أن 6/18 نستطيع أن نقسمها مثلا على 6. سيكون لدي تقسيم جديد. فهنا حينما نقسم 6 تقسيم 6 تصبح 1، و18 تقسيم 6 تصبح 3. إذن سيصبح لدي 1/3 في البداية هنا من الصفر حتى هنا 1/3، ثم
2 على 3 هنا، وأخيرا 3 على 3 وهي الواحد. نكتب الكسور 1 على 3 2 على 3، وبالفعل هذا ثلث وهنا ثلثين وأخيرا هنا 3 أثلاث أو 1 صحيح. إذا توصلت إلى الجواب، النقطة التي تمثل كسر 6 على 18 على خط الأعداد هي النقطة باء، والكسر المكافئ للنقطة باء هو 1 على 3. أحسنتم وبارك الله فيكم، والآن وصلنا إلى مرحلة التقويم. اختر الكسر المكافئ الصحيح للكسر 2 على 8. لدي 3 خيارات: ألف 1 على 5، باء 3 على 14، جيم 1 على 4. دعونا في البداية نمثل 2 على 8 باستخدام النماذج. هذه 8 أجزاء، نظلل منها فقط 2. الآن مثلنا الكسر 2 على 8. الخطوة الثانية ستكون بتغيير التقسيم لنبحث عن الكسر المكافئ الصحيح. لاحظ معي هنا 1 على 5، وأنا من معرفتي بالرياضيات وبالضرب والقسمة والتقسيم والنماذج أستطيع أن أخمن أن 1 على 5 مستبعد، كذلك 3 على 14 مستبعد، 1 على 4 قد يكون الجواب الصحيح. دعونا نقسم الأثمان إلى 4، هل هذا ممكن؟ نعم ممكن. إذا نقسم الأثمان إلى 4 ونأخذ ربع واحد فقط، وبالفعل الربع الواحد فعلا مكافئ لي 2 على 8. إذا الكسر المكافئ لي 2 على 8 هو 1 على 4 وهو الخيار جيم. سؤال آخر، اختر الكسر المكافئ الصحيح للكسر 2 على 3، هل هو 4 على 6 أم 9 على 10 أم 3 على 7؟ دعونا نستخدم طريقة خط الأعداد. أولا نرسم خط الأعداد، نقسمه إلى أثلاث، فلدينا هنا الصفر إلى الثلث ثم ثلثين ثم 3 أثلاث وهو الواحد. الآن نعدل التقسيم قليلا، لاحظ معي أن المقام هنا 3، لو ضربنا ضرب 2 سوف نحصل على 6 وهنا 6. إذا نقترح تقسيما وليكن هذا الجزء وهذا الجزء، أصبح لدي الثلث جزئين، وبالتالي تغير التقسيم ونكمل جزئين وأيضا هنا جزئين، أصبح لدي 1 على 6، 2 على 6، 3 على 6، 4 على 6، 5 على 6 وأخيرا 6 على 6. إذا هذه هي الكسور الأخرى التي أوجدناها في نفس خط الأعداد. الكسر المكافئ لـ 2 على 3 هو 4 على 6 وهذا هو الخيار الصحيح. وصلنا الآن إلى مرحلة التقويم. تعلمنا في درسنا لهذا اليوم إيجاد كسور متكافئة، وقلنا أن الكسور التي تمثل الكمية نفسها تسمى كسورا متكافئة، وقد تعلمنا 4 طرق. كانت الطريقة الأولى طريقة الضرب، والثانية القسمة، والثالثة النماذج، والرابعة طريقة خط الأعداد. وقلنا أن طريقتي الضرب والقسمة بأن نضرب البسط والمقام في نفس العدد لنحصل على كسر جديد، أو نقسم البسط والمقام على نفس العدد لنحصل على كسر مكافئ جديد. أما طريقتي اليوم فهي طريقة النماذج، وهي أولا بأن نرسم نموذج ثم نعدل تقسيم النموذج لنحصل على كسر مكافئ. نستطيع أن نعدل التقسيم أكثر من مرة لنحصل على المزيد من الكسور المكافئة. الطريقة الثانية وهي طريقة خط الأعداد، فإذا أردنا أن نوجد حرف مثلا على خط الأعداد فإننا من خلال التقسيم نعرف هذا الكسر، ونستطيع أيضا أن نعدل التقسيم بنفس الفكرة التي قمنا بها في النماذج لنحصل على كسور مكافئة. وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. نشكر لكم حسن استماعكم، ونتمنى لكم التفوق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.